بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات دبي الرياضية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. هنا اليوم الثالث والأخير من الجولة 22 الجزيرة لإيقاف دوامة الخسائر والنتائج السلبية. صافرة البداية من حكم المباراة محمد عبد الله حسن، تحياتي عبد الله السعدي. كرة تتخلص وتعود مرة أخرى لكايو علي صالح، لكن التصدي من علي خصيف في اللقطة الماضية. علي خصيف يتصدى لتسديدة علي صالح والكرة إلى ضربة ركنية بعد ذلك. شايف هذه التسديدة ثم فارس جمعة بمبدأ الأمان والاطمئنان إلى ضربة ركنية لمصلحة نادي الوسط. كان الهدفين هما اللاعبان الغائبان عن تشكيلة نادي الجزيرة. هذه خطرة أمام المرمى، الله، هدف يلغى. زايد العامري سجل هدف بعد خطأ دفاعي كبير من الوصل، ولكن الراية تنقذ الوصل من هدف أول في المباراة. تعود من جديد راسية من العطاس، لكن بالخطأ خطف رونالدو، الله، وضعها رونالدو، سجلها من ديز، أحرزها بخطأ دفاعي. هدف وصلاوي أول، هدف وصلاوي أول. إن لم تكن الفرص الحقيقية موجودة فإن الأخطاء موجودة يا عطاس، الأخطاء حاضرة يا جزيرة. رونالدو بثاني أهدافه هذا الموسم، الرقم 17، يسجل هدف ثاني بخطأ دفاعي من الجزيرة. شايف اللقطة الماضية، إن لم تكن الفرص الحقيقية موجودة فإن الأخطاء الحقيقية موجودة، وهكذا حدث. هكذا استغل رونالدو خطأ العطاس وسجل في مرمى الجزيرة الهدف الأول في هذه المباراة. 1-0 على كايو. تعود الكرة إرنست أسانتي، هذه كرة خطرة أمام المرمى، الله، عادت للجزيرة. ناصر برازيت، فرصة خطيرة جدا لنادي الجزيرة. إرنست أسانتي ينطلق بشكل سريع، عرضية أمام المرمى، ليوناردو، الله يا جزراوي، الله يا ليوناردو، قبل النهاية بخمس دقائق فخر أبو ظبي يعود ويسجل هدف التعادل. والأوكي تأتي من المدرب داميان للبرازيلي ليوناردو الذي يسجل هدف التعادل، يسجل هدف التعادل الرقم 9، يسجل 10 أهدافه في دورينا وفي مرمى الوصل. شوف انطلاقة السريع إرنست أسانتي، عرضية مثالية ولمسة مثالية في المرمى، وأيضا غيرت مسارها، غيرت اتجاهها، اصطدت في جورج، اصطدمت في جورج، وبالتالي سكنت المرمى ليسجل نادي الجزيرة هذا الاحتياطيين يجرون عمليات الإحماء خلف المرمى. لا خلف المرمى، شوف أعدادهم، هذه كرة الله يا جورج، يا جورج، هدف جميل، هدف رأسي. جورج يرتقي عاليا، جورج يرتقي عاليا ويسجل هدف وصلاوي ثاني. الله على جورج وعلى ارتقاء جورج وعلى رأسية جورج. هذا صاحب الظل الطويل، وضعها في المرمى، وضعها في المرمى. ويا لها من ذكريات، يا لها من ذكريات. تشوف جورج تتذكر سنغافور، تشوف جورج تتذكر الأسماء. مرة أخرى هذه خطرة لليما، الهدف رقم 90 في مرمى الجزيرة يأتي، والثالث للإمبراطور، الثالث للإمبراطور في مباراة العودة، في مباراة العودة. ويا لها من عودة،
10 أهداف للرقم 10، لكنها تأتي بنكهة التسعين في الدوري لمصلحة الوصل ولمصلحة ليما. بعد تمريرة استلام وتسديد ومغالطة للحارس يضعها بالقدم اليمنى في المرمى ليسجل الهدف الثالث للوصل والهدف أخرى، لذلك تبقى هذه النتيجة من أجل تحسين المراكز أمام المرمى. يا رجل سجل يا رجل، حرام عليك، غريب هذا الفينيسيوس. الآن سيطلق صافرة النهاية، بالفعل تأتي الصافرة أيها الأحبة في كل مكان.